الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتحدث عن الممارسات العملية في إطار العمل التشغيلي للنظام المحاسبي. تعالوا مع بعض ناخذ موضوع اللي هو الاقتراض. طبعا معروف انه معظم الشركات قد تكون بحاجة الى تمويل بعض احتياجاتها او تمويل شراء بعض الأجهزة والمعدات والبضائع. الآن الأصل انه التمويل يكون في الشركة من خلال المصادر الداخلية اللي هو رأس مال المشروع. طيب لو مالك المشروع لم يتمكن من توفير الأموال اللازمة لإيجاد هذه الاحتياجات أو توفير هذه الاحتياجات، في هذه الحالة نلجأ إلى الاقتراض. نأخذ مثال في 10/1 تم اقتراض مبلغ 10,000 دينار من البنك العربي وأودع المبلغ في صندوق الشركة. حدث مالي عبارة عن اقتراض مبلغ، وهذا المبلغ أودع في صندوق الشركة. يبقى عندنا قروض وعندنا اللي هو الصندوق. الآن حسب القواعد المتفقين عليها سابقا، القاعدة بتقول انه القروض، هاي القاعدة، القروض طبعا ضمن الخصوم، والخصوم من الحسابات الدائنة، والخصوم من الحسابات الدائنة. يبقى إذن القرض أو القروض دائن، يبقى الصندوق مدي. يبقى الصندوق مدي. طيب في عندنا طريقة أخرى، لو قلنا أنه تم اقتراض مبلغ 10,000 دينار من البنك العربي وأودع المبلغ في الصندوق، خلينا نطبق قاعدة الذي يأخذ والذي يعطي. الآن الصندوق أخذ الأموال، أخذ، والقاعدة بتقول الذي يأخذ مدين، يبقى الاقتراض حيكون دين. يعني في كلا الحالات إما بطبق قاعدة اللي هو القروض ضمن الخصوم والخصوم دائنة وحيكون الصندوق مدين، أو القاعدة الأخرى أنه الصندوق تم إيداع المبلغ فيه أو تم اللي هو وضع المبلغ فيه، يبقى الصندوق كشخصية اعتبارية أخذ هذا المبلغ، يبقى إذن الذي يأخذ مدين والقرض دائن. بكل سهولة بدنا نبدأ بالمدين، نقول من حساب الصندوق إلى حساب القروض، وممكن تحت نكتب اللي هو قرض البنك العربي أو الاقتراض من البنك العربي. هي 10,000، يبقى الاقتراض موضوع سهل جدا وبسيط. الآن بدنا نسدد القرض. لو افترضنا أنه في 10/4 بعد 3 شهور تم تسديد قيمة القرض المستحق إلى البنك العربي نقد. تم تسديد قيمة القرض المستحق إلى البنك العربي نقد. بكل سهولة تم تسديد اللي هو إيه؟ قيمة القرض اللي هو قروض، وتم تسديد المبلغ نقدا اللي هو من خلال الصندوق. الآن نيجي للصندوق. الصندوق في هذه الحالة اللي هو أعطى المبلغ. يبقى الآن لو افترضنا أن الصندوق شخصية اعتبارية، هنيجي نقول للصندوق بالله روح أعطي اللي هو البنك العربي.
يبقى الصندوق أعطى، وهنا الذي يعطي دائن، يبقى القروض هتكون إيه؟ هتكون مدين. وهذا بقودنا إلى قاعدة اللي هو القروض عند إنشائها بتكون دائنة، عند سدادها أو سداد جزء منها تصبح مدينة، تصبح مدينة. يبقى مرة أخرى، القروض عند الاقتراض القروض تكون دائنة، عند السداد القروض تصبح مدينة. طبعاً إلا اللي هو تأصيل علمي لو بدنا نقوله، اللي هو الخصوم بطبيعتها دائنة، عند الزيادة تبقى دائنة، اللي هو أخذ قرض، تمام؟ يبقى زودنا الخصوم والالتزامات على الشركة، وعند النقصان لما نيجي نسدد هذا القرض يصبح مدين. لكن احنا في محاسبة واحد نكتفي باستعراض اللي هو القواعد البسيطة. يبقى إذن الصندوق في هذه الحالة أعطى البنك العربي، طبعا صندوق الشركة احنا بنتكلم، وكان بيقول سددنا قيمة القرض، تمام، المستحق علينا إلى البنك العربي، سددناه من صندوق الشركة. تعال مع بعض بكل سهولة وبكل بساطة هنكتب القيد بتاعنا اللي هو من حساب القروض إلى حساب الصندوق، إلى حساب الصندوق، هي 10,000 وهي 10,000، وممكن نكتب تحت سداد قيمة القرض، سداد قيمة القرض. يبقى موضوع الاقتراض موضوع بسيط جدا، اللي هو عندنا إنشاء القرض وسداد القرض، وسداد القرض. الآن في الاقتراض بدي أرجع مرة خطوة للوراء. لو افترضنا إنه قال لك تم اقتراض مبلغ 10,000 دينار من البنك العربي، وأودع المبلغ، وأودع المبلغ في الحساب الجاري للشركة لدى البنك نفسه. الفكرة بكل سهولة، أنا الحساب في البنك العربي، واقترضت مبلغ من البنك نفسه، ويسجل البنك علي دين، واخذت المبلغ هذا وحطيته في حسابي في البنك. وهذه اللي بتعمل ايه؟ بتعمل جزئيه لخبطه للطالب. انا اخذت المبلغ كاقتراض، صار علي دين. طب هذا المبلغ الاقتراض امام خيارين، يا اما اروح بحطه في صندوق الشركه وهنا الصندوق بيكون اخذ بيكون مدين، يا اما الحاله الثانيه بكون ايه؟ باخذ المبلغ وبحطه في حسابي في البنك، يعني بزود حسابي في البنك. هنا بكون طبعا تم الاقتراض اللي هو قروض ودائن، واودع المبلغ في الحساب الجاري بكون اللي هو ايه؟ البنك. بيصبح القيد من حساب البنك الى حساب القروض، او من حساب جاري البنك، زي بعض اللي هو الاخوه بيقول لك من حساب جاري البنك الى حساب القروض، الى حساب القروض. هنا في هذه الحاله بكون في عندي اللي هو قروض، وبكون في عندي المبلغ اما بودع في الصندوق زي حالتنا الاولى، او بنودع وين؟ في البنك اذا المبلغ كان اللي هو اخذ من اللي هو دائره الاقتراض، ثم بعد ذلك رحنا فيه على حساباتنا في البنك، او اودعناه في حساباتنا في البنك. نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر.